سيداتي آنساتي سادتي أحييكم أجمل تحية وألتقي وإياكم من استاد نادي القادسية في حولي ليصف لكم هذه المباراة التجريبية لمنتخب الكويت الوطني ونادي بلنانسي البرتغالي اللي بيجي بدعوة من الاتحاد الكويتي لكرة القدم يلعب مبارتين. المباراة الأولى اليوم مع منتخب الكويت الوطني مثل أحمد سليمان المطيري في حراسة المرمى، في خط الدفاع بيلعب محمد عباس، عبد الله معيوف، محبوب جمعة ورضا معرفي، في خط النص بيلعب فاروق إبراهيم، عبد الله بلوشي وسعد الحوطي، أما في الهجوم يلعب عبد العزيز العنبري، فيصل الدخيل، فتحي كميل. فريق منتخب الكويت الوطني يلبس فريق حمراء اليوم، فريق بلنانسي البرتغالي يلبس فريق زرقاء بمثل فريق بلنانسي البرتغالي. دلغادو في حراسة المرمى، في خط الدفاع بيلعب ليما، بريرا، كارلوس، كليارما، سافينيا. لعبة الكرة سنترت توصل عند قلب الدفاع، بيلعبها الفريق البرتغالي. تلعب فاسلس في النص إز موريس كلازيو، أما في خط الهجوم يلعب سبيدر لينكال أرتيس. تلعب كرة مع الفريق الأزرق واضح في الصورة إسبانيا، كرة مع البرتغالي بيلعبها عضو إلى أرتيس، تنقطع بياخذها ستة فاسلس، تطلع الكرة برا ملعب رمي التماس. حكم المباراة اليوم الحكم أحمد المسفر، ويساعده في التحكيم علي حسين وأحمد البصري. بداية الشوط الأولاني من المباراة، كرة مع عبد الله معيوف منتخب الكويت الوطني، عبد الله بلوشي، رضا معرفي، رضا كرة معاه بيلعبها للعنبري، العنبري لا يقطعها من قدامه أرتيس، أرتيس يلعبها ناحية اليمين تسعة، وتسعة كرة معاه بيحاول يعدي لينكال، لينكال بيلعبها عرضية لما يقطعها سعد الحوطي، سعد الحوطي يلعبها لفاروق إبراهيم، كرة مع فريق بغير لعب ناحية اليمين بيلعبها لمحبوب جمعة، كرة مع محبوب، وهذا محبوب كرة معاه وراح يلعبها محبوب، محبوب يعدي من واحد وبيعدي ناحية ثانية بيلعبها عرضية ناحية الدخيل، توصل لفاروق فر لعبها ناحية محبوب مرة ثانية، محبوب يلعبها ناحية فيصل الدخيل، ودخل كرة معه بيلعبها ناحية فتحي كميل، وفتحي كرة معه بيعدي ناحية اليمين، كرة معه بيحاول يمر فتحي، وهذا فتحي كرة معه بيلعبها ناحية محمد عباس، يظهر له بيعليها، بيعلي محمد عباس وعلاها عرضية محمد عباس، توصل مرة ثانية لفتحي مشتركة مع اللاعب البرتغالي بيلعبها وبيحصلها إز موريس. تنقطع شلون اللاعب توصل إلى فريق البرتغالي، ودائما من الدوده بين الازرق، تعودنا على الازرق منتخب الكويت الوطني اللي بيلعب اليوم فانيلا حمراء، والازرق اللي هو الفريق البرتغالي. كره في عرض ملعب من الى ارتيس، ارتيس بيلعبها ناحيه شمال حلوه طويله ملعوبه، توصل مره ثانيه كره ارتيس فاضي انما بيفوتها وشايد، توصل بايد احمد المطيري حارس مرمى منتخب الكويت الوطني. محبوب ناحية اليمين، فريق الضيف بين 20 نادي ترتيبه بين نقطة وبين 6 أندية، يعني لو حسبت من أول إلى السادس يكون ترتيبه متوسط بين 6 أندية بينهم نقطة واحدة في الدوري البرتغالي في هذا الموسم. بيجي بدعوة من الاتحاد، وصل كرة مرة هجمة حلوة ملعوبة بيحصلها كرة معاه بيحاول يعدي من عبد الله يصلحها في عرض ملعب، توصل إلى 10 كلازيو تروح منه، كرة سريعة وبيحصلها كلازيو، كرة معاه بيلعبها عرضية توصل إلى أرتيس، وأرتيس كرة معاه بيلعبها ناحية اليمين ينقلها مرة ثانية، توصل إلى ستة اللي هو فاسلس بيعدي من رضا معرفي بيلعبها، ياخذها عبد الله معيوف، لعبها إلى سعد الحوطي. فريق لحد الآن بيلعب كرة سريعة، وهو اللي ماسك الملعب ورضا معرفي غلط في الباصة بيحصلها سابينيا كرة معاه بيلعبها ناحية فاسلس بيلعبها ناحية الشمال ملعوبة حلوة، طاحها سعد الحوطي، توصل لبلوشي، توصل لفاروق، فاروق بيلعبها الى سعد الحوطي، سعد يلعبها الى عبد العزيز العنبري كان متقدم ولعبها لسعد الحوطي ورا، راحت الكره برا الملعب سريعه اوت. رمي التماس سابينيا ارتيس سريعه بيلعبها الى لينكال بيلعبها على طول الى فريرا، سته بيلعبها الى فاستس، اللعب مره ثانيه يقطعها، توصل في عرض ملعب فاروق بيهديها بيلعبها ناحت عبد الله معيوف، رضا معرفي، سعد الحوطي، عنبري، وصل مره ثانيه لفاروق ابراهيم في النص، كره مع فاروق،
فاروق فيصل فاضي انما غطى عليه مسكها رقم 2 لا توصل مره لعبد الله بلوشي بلوشي ورا معاي بيلعبها على طول الى رضا معرفي رضا بيلعبها لسعد الحوطي سعد الحوطي كره معاه يلعبها لبلوشي بلوشي كره معاه بيحصلها بلوشي يردها لعبد الله ما يقدر يمر وفي تغطيه على طول ما انت ما رجل رجل توصل رضا معرفي مره ناحيه شمال رضا بيما سعد الحوطي لعب سعد الحوطي يلعب لحسن الحوطي سعد الحوطي يفوتها بيلعبها سعد الحوطي بيردها مره ثانيه سعد الحوطي لا عبد الله معيوف معيوف هو اللي بيعليها الناحيه الثانيه وعلى الناحيه الثانيه ناحيه فتحي انما توصل سريع 11 سبيدر اللي راجع ورا وبيحصلها سبيدر كره مع سبيدر حصلها سبيدر وبيلعبها عرضيه حلوه الفريق لحد الان بيلعب كره حلوه الفريق البرتغالي بلا ننسي البرتغالي بيلعب كره لحد الان حلوه في اول خمس دقائق من بدايه الشوط الاولاني لابس ازرق اليوم كره معاه بيلعبها ناحيه توصل الى سته فاسلس فاسلس الى سابينيا سابينيا بيلعبها عرض الى كليارما الى سبعه ارتس ارتس بيلعبها ناحيه سبيدر بيحصلها فتحي كميل فتحي كره معاه فوتها لنفسه فتحي كميل كره مع فتحي بالنص خذ فتحي ويحاول يعدي فتحي وعدى فتحي وعدى من ثاني فتحي كره معاه ولعبها عرضيه انما توصل لفاروق فاروق بيردها ورا الى محبوب محاول يلعبها ناحيه اليمين محمد عباس سريعه 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 اوت سريعه اوت تجربه تاسعه لمنتخب الكويت الوطني في الكويت استعدادا لدوره الالعاب الاسيويه اللي راح تقام في بانكوك ان شاء الله في الفتره من 9 ديسمبر الى 21 وايضا لدورة الخليج راح تقام في 23 مارس في عام 1979 في بغداد الشقيق كرة ملعوبة في النص توصل عنبري أوفسايد أوفسايد صح أوفسايد عنبري أوفسايد واضح الأحمر منتخب الكويت الوطني الأزرق سبعة بيلعبها أرتس وأرتس كرة معاه في النص سبعة يلعبها ناحية الشمال حلوة بينقلها تمام جهة الشمال تلعب مره ثانيه لارتس وارتس كره معه بيحصلها بشوت شايت انما شايت وين تروح الكره برا الملعب اوت جمهور قليل في هذه المباراه الوديه لناني نادي بلننسي البرتغالي اللي بيجي بدعوه من الاتحاد الكويتي لكره القدم عبد الله معيوف رضا معرفي سعد فاضي بيلعبها لسعد سعد بيحصلها بيلعبها لفيصل لما تنقطع بياخذها ارتس ارتس بيلعبها كره مره ثانيه الى ثمانيه از موريس طاح محمد عباس توصل لفتحي فتحي حاول يحصلها فتحي بيلعبها ناحيه محمد عباس محمد عباس يحصلها حصلها محمد عباس يلعب مره ثانيه ناحيه فاروق حصلها فاروق كره معاه فاروق بيلعبها ناحيه فتحي كميل فتحي بي يمر ناحيه فتحي كميل كره معاه فتحي وبيعدي فتحي انما مشترك مع اللاعب البرتغالي قطعها منه حصل المدافع البرتغالي تلعب سبيدر اوت رامي التماس محمد عباس محبوب جمعه كرة مع محبوب طولها انما توصل في النص بيحصلها الفريق البرتغالي حاكم النص وثلاثي متفاهم ثمانية وسبعة وعشرة وكرة اللعب خطأ من اللاعب البرتغالي حصلها فيصل الدخيل كرة مع الدخيل دخيل بيلعبها ناحية فتحي كميل فتحي محمد عباس بيعدي فتحي بيلعبها ناحية اليمين يحصلها أربعة كليارما محمد عباس كليارما إلى حارس مرمى دلغادو دلغادو ليما ناحية اليمين سابينيا فانسلس إلى ليما كليارما فريرا كارلوس تلعب توصل في النص مرة ثانية تنقل حلوة منقولة ناحية اليمين سابينيا سعد الحوطي والعنبري فيصل الدخيل اوت رامي التماس تلعب رامي التماس على طول للعنبري من فيصل الدخيل كره مع العنبري العنبري بيعدلها وبيصلحها فيصل الدخيل بيحاول يصلحها بشوت نما بتروح منه وتوصل مره ثانيه بيحصلها لينكل لينكل بيلعبها مره ثانيه بيعدي من رضا معرفي
عبد الله معيوف اوت. فاستس ارتس كلازيو كلازيو الى فاسلس بيعدي ويلعبها يقطعها عبد الله معيوف وشايت انما شايت وين تروح الكره برا الملعب لينكل شايت تروح الكره برا الملعب اوت. 10 دقائق لحد الان مباراه سريعه من فريق ضيف بالانسي البرتغالي. كره في النص تلعب لحد الان ما في اختبار لاحد من حراس المرمى لا لأحمد المطيري ولا لدلقاقو. لعب محصور في النص كرة معرضة معرفي 10 دقائق مضى كرة مع عبد الله بلوشي وبلوشي طويل قدام يلعبها ناحية عبد العزيز العنبري وداخل معاه كليارما حصلها انما بلنتي. حارس المرمى العنبري بيحاول يعدي منه وحارس المرمى دلقاقو بيمنع عبد العزيز العنبري والحكم احمد المسفر بيحط ضربه جزاء على حارس المرمى دلقاقو. العنبري لعبت له كره طويله بيحصلها حارس بيحصلها عبد العزيز العنبري بيحاول يمر وبعد ما يحاول يمر حارس مرمى بيعترضه وبيمسكه وبيقدر الكره احمد المسفر ضربه جزاء بنالتي بنالتي على مرمى فريق بلننسي البرتغالي. هدف في بدايه المباراه لو جه من ضربه الجزاء من راح يشوت فيصل الدخيل راح يعطي المباراه طبعا لون اخر وشكل اخر. وفيصل الدخيل وين راح يحط فيصل الدخيل بنالتي جول جول جول. فيصل الدخيل بيلعبها ارضيه على يمين حارس المرمى ما يتحرك بيحط الهدف الاولاني في الدقيقه 10. في الدقيقه 10 الدخيل من ضربه جزاء من ضربه جزاء ابدا ما في اي اعتراض من فريق البرتغالي على الحكم واطاعه لحد الان مباراة نظيفة بيلعب الفريق الضيف لحد الان مباراة نظيفة ومنتخب الكويت الوطني بيسجل الهدف الاولاني من ضربة جزاء فيصل الدخيل بعد ما حاول يعدي العنبري. كرة توصل الى فاسلس فاسلس وقول راح يعطي المباراة طبعا شدة ايضا غير كذي وتلعب توصل لعبد الله معيوف ورضا معرفي رضا معرفي بيلعبها على طول الى العنبري العنبري لعبد الله معيوف معيوف رضا معرفي ورضا معرفي اللي سعد الحوطي والحوطي لعبها الي ايضا ترجع له مره ثانيه غير لعب سعد الحوطي غير لعب غير لعب ناحيه بلوشي وبلوشي غير ناحيه ثانيه غير يا بلوشي توصل مره ثانيه وبلوشي بيحاول يعدي كره معاه بيحكر نفسه بلوشي في مربع صغير وبتروح منه الكره وبيحصلها اربعه اللي هو كليارما وكليارما بيلعبها ناحيه سابينيا وسابينيا بيلعبها ناحيه الكابتن ستة بيحصلها فيصل الدخيل والدخيل كرة معاه بيلعبها ناحية فاروق ابراهيم فاروق كرة معاه بيحاول يحصلها انما طول من فاروق ابراهيم بيلعبها مرة ثانية فاروق ابراهيم توصل الى عبد العزيز العنبري وسعد الحوطي وفيصل الدخيل والدخيل عبد العنبري قدام اوف سايد 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 واضح تسلل واضح تسلل تسلل تلعب بلوشي حوطي فاروق محمد عباس يما فتحي محمد عباس وغير لفتحي لعب لفتحي ناحية اليمين يما فتحي محمد عباس وغير لفتحي لعب لفتحي ناحية اليمين فتحي كرة معها لعب عرضي فتحي فوت الدخيل شوت جول 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 حلوة 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 منظرها حلو منظرها حلو اللعبة ثلاثي حلوة حلو حلوة محمد عباس فتحي دخيل هوش سعد شاط جنب القائم اليمين برا الملعب فكرتها حلوه لو انها ما جت جول لكن لعبتها حلوه وتنفيذها احلى والدخيل هوش وسعد شات توصل مره ثانيه رضا معرفي حصلها ياخذها رضا معرفي مره ثانيه بلوشي معرفي بيحصلها الكابتن فاسلس بلوشي رضا معرفي الى عبد الله معيوف محبوب جمعه و14 دقيقة مضى تقريبا نتيجة واحد منتخب الكويت الوطني من ضربة جزاء لا شيء نادي بلنسي البرتغالي. محبوب إلى محمد عباس محمد عباس بيلعبها إلى سعد الحوطي سعد حصل لها يلا سعد خلص الله يا سعد يا
يا سعد يا حوط كبيرة هذه كبيرة 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 يا سعد كبيرة يا سعد أخذ يا سعد على بيمينه وبيمينه سعد بياخذها وبينطرها بريل اليمين من المدافع وبيحطها بالزاوية البعيدة جول جول حلوة 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 يا سعد يا حوطي حلوة يا سعد يا حوطي حلوة يا سعد يا حوطي بيسقطها على حارس مرمى في الدقيقة 14 في الدقيقة 14 والحوطي بيسجل أحلى أهداف المباراة وأحلى هدف لحد الآن في المباراة التجريبية كلها سعد الحوطي سعد الحوطي اثنين منتخب الكويت اثنين منتخب الكويت الوطني سنترت واللعبت والحوطي وضع أحلى الأهداف حلو حلو يا سعد لو بتحكى أسبوع ما خلص على حلاوة الجول هذا تلعب في النص توصل لي عبد الله معيوف حصلها إلى رضا معرفي رضا معرفي لعبها العنبري العنبري والسابانيا سابينيا سابينيا والعنبري سابينيا والعنبري العنبري وسابينيا توصل من سابينيا ياخذها مره ثانيه ارتس ارتس بيلعبها الى سابينيا 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 تلعب مره ثانيه في النص توصل الى ارتس ارتس اثنين منتخب الكويت الوطني ملعوبه حلوه ال11 سبيتر سبيتر داخل مع محمد عباس محبوب بيهوش لعبد الله معيوف الساقط طبعا دائما ناجح انما ساقط يعني ظهير ساقط راجع ورا تلعب صرف النص توصل الى سعد الحوطي سعد الحوطي منتخب الكويت الوطني بدا يلعب كره احسن وافضل توصل الى مره ثانيه فاسلس الكابتن واس يلعبها الى ارتس وارتس يلعبها ناحيه الشمال توصل مره ثانيه تريد توصل انما ياخذها عبد الله بلوشي بلوشي بيلعبها وبحاول جمعه بيكملها ناحيه اليمين وفاروق بيلعبها وكمل ناحيه فتحي كميل فتحي بيحاول يعدي وعدى فتحي وعدى فتحي ما يصير يا فتحي فتحي عفر فيه ولعبة لفاروق يوصل دخيل انما توصل 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 فيه لا لا مفروض انه يصف الحكم ويحطها فتحي عمل له واحدة ثانية من عفرات اللي عفرها في استراليا وعدى ناحية اليمين اللاعب البرتغالي ما قادر انه يحصل فتحي راح شاده فيلته فتحي كمل شاده فيلته فتحي مكمل شايفينه فتحي بيحاول يصلح فيلته لكن طبعا بعد ما قدر عمل له فاول فاول لي نادي اللي منتخب الكويت الوطني على نادي بلنانسي البرتغالي يلعبها لسعد الحوطي وصل الدخيل اوفسايد 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 لحد الان 16 دقيقه حلوين حلوين وفيهم هدفين واحد من ضربه جزاء للعنبري واحد من سعد الحوطي في هدف جميل تلعب في النص الى ارتس ارتس ليما تلعب من ليما الى كلازيو كلازيو اخذها فاروق فاروق بيحلق عليه وبيلعبها لمحبوب جمعة محبوب كرة معاه بيلعبها لبلوشي بلوشي بيلعبها لسعد الحوطي والحوطي يلعبها لعبد الله معيوف معي بيلعبها لرضا معرفي واحد شدرات شايفها قبل المرة هذه ملعوبة مرتين تلعب إلى رضا معرفي رضا معرفي كرة معاه وبيلعبها لفيصل الدخيل الدخيل يلعبها لرضا معرفي لكن أقرب لها اللاعب البرتغالي سابينيا توصل إلى حارس مرمى دلغادو دلغادو إلى كليارما كليارما طول دام بيلعبها ناحية سبيدر 10 بيحصلها كلازيو كلازيو سبعة ارتس انشط لاعب في النص فريق البرتغالي تلعب الى از موريس از موريس الى ارتس ارتس كره معاه بيلعبها مره ثانيه توصل الى لينكال لينكال رجع مره ثانيه وبيحصلها فاسلس فاس يلعب مره ثانيه وهات تخوض سعد الحوطي توصل مره ثانيه وبيرتاح محبوب ويحصلها فاروق ابراهيم وبيلعبها ياخذها ارتس وارتس كره معاه بيردها الى قلب الدفاع بيهدي اللعب از موريس از موريس لعبها الى لينكال لينكال توصل سهله الى احمد المطيري محبوب جمعه في العرض بيلعبها على طول توصل الى سعد الحوطي رضا معرفي دالله معيوف رضا معرفي بيعدي رضا معرفي اوت 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 طالعه متر طالعه متر الجمهور بقول ما طلعت لا واضحه طالعه برا تلعب توصل الى سابينيا سابينيا بيلعبها الى كلازيو كلازيو بيلعبها الى ارتس ارتس بيلعبها ناحيه الشمال توصل مره ثانيه وبتصلح الى سبيدر وسبيدر يصلح مره ثانيه توصل ناحيه اليمين وبيحصلها فاسلس فاسلس بيلعبها مره ثانيه ناحيه كلازيو ياخذها سعد الحوطي
توصل مره ثانيه حصلها ارتس 7. ارتس بيلعبها ناحيه الشمال الى ازموريس، ازموريس ياخذها فتحي كميل، كره مع فتحي، فتحي الكره الدخيل طالع لفتحي، يحاول يعدي ويعدي فتحي انما بيقطعها من قدامه اللاعب ارتس بردها الى حارس مرمى دلجاجو. تسعة عشر دقيقة فات، 19 دقيقة. سعد الحوطي غلط في اللعبة، اثنين منتخب الكويت الوطني، اثنين منتخب الكويت الوطني، لا شيء نادي بلا ننسي. رضا معرفي بيهديها ويلعبها الى العنبري، اوفسايد اوفسايد، تلعب كليارما فاسلس ليما كارلوس بريرا. سعد الحوطي بيقطعها بلعب ناحيه فاروق ابراهيم، خليها لفتحي، كره مع فتحي بيلعبها ناحيه سعد الحوطي، سعد الحوطي كره معه بيلعبها ناحيه رضا معرفي، سريع يحصل رضا معرفي، حصلها رضا معرفي يم الدخيل، لعب العنبري، العنبري كره معه بيلعبها لرضا معرفي، كره مع رضا معرفي لعبها ناحيه العنبري مره ثانيه، بيحصلها سابينيا من قدام العنبري، سابينيا بياخذها، سابينيا بيخليها الى ارتس، ارتس بيطولها قدام ناحيه لينكل، لينكل رقم 9 برازيلي، 7 ارتس لاعب النص الممتاز برازيلي، في 3 برازيليين، في 4 واحد بالاحتياط، تلعب توصل قدام بيحصلها سعد الحوطي، سعد الحوطي ومن قبل يلعبها سعد الحوطي فصل الدخيل، والدخيل كره معاه بيلعبها ناحيه فاروق ابراهيم، لما يقطعها المدافع البرتغالي بيحصلها فاروق، فاروق بيهوش يلعبها لمحمد عباس، محمد عباس هو اللي بيعليها بسرعه، عليه محمد عباس بيعلي محمد عباس، لما توصل بيد حارس مرمى بيطلع حارس مرمى برا الملعب اوت. حلوه حلوه حلوه، في تفاهم، تحس انه من المباراه الماضيه لما لعبها منتخب الكويت الوطني، بتحس لحد الان لعبوا 21 دقيقه من الشوط الاولاني، منتخب الكويت الوطني بينقل كره سليمه ناحيه اليمين، سليمه ناحيه الشمال، سليمه خط الهجوم، حتى في النص سليمه، لحد لا بينقل كره سليمه، فيها تفاهم، فيها فعلا تفاهم بين الجميع، وهذا واضح من المباراه في 21 دقيقه لحد الان من زمن الشوط الاولاني في المباراه. رضا معرفي اثنين منتخب الكويت الوطني، لا شيء نادي بلانس بلا ننسي، حارس مرمى بيطلعها وتوصل محمد عباس، محمد عباس بيصلحها مرة ثانية، بيلعبها وين؟ بيلعبها بيلعبها الناحية الثانية، حلوة عبد الله معيوف بيلعبها براسه إلى العنبري، شايت إنه ما تروح الكرة برا الملعب، حلوة حلوة عبد الله معيوف بيلعبها براسه، والعنبري على الطاير على طول شماله بتروح الكرة برا الملعب. بدا منتخب الكويت يشوت، ما دام بدا يشوت بيحرج حارس مرمى، ما دام بيحرج المرمى في أخطاء في الدفاع بتنتج أهداف، في أجوال فعلا، في لحد الان في شوت من مهاجمي فريق منتخب خط النص لما يشوت هذه البركه، بلوش يشوت، فاروق كان يشوت بعدين المرات الاخيره شايف فاروق بدا يشوت، سعد الحوطي اليوم شات ايضا لعبه وحط له كره حلوه، فخط الهجوم ايضا خط النص لما يشوت هو فعلا عنصر المفاجاه في اللعب. تلعب الى ارتس، ارتس 7 بيلعبها على طول الى 10 ايضا اللي هو كلازيو، كلازيو كره معه بيلعبها كلازيو ناحيه فاسلس، وفاسلس كره معه بيعدي ياخذها منه رضا معرفي، توصل مره ثانيه الى فاسلس، وفاسلس عرضيه بيلعبها ناحيه ازموريس، وازموريس هاتخذ انما يقطعها محبوب جمعه يلعبها لفاروق، توصل قريبه عند فاسلس، فاسلس بيعدي الكابتن، كابتن الفريق البرتغالي، تلعب مره ثانيه وتلعب عرضيه توصل مره ثانيه تحت براس الجول لما تطلع الكره برا الملعب اوت. حلوه 9 بنط اللي هو لينكل برازيلي، ايضا لينكل رقم 9 هذا ايضا برازيلي، هطول برازيلي، في 3 لاعبين في الفريق الان برازيلي، في واحد بالاحتياط، واحد شلون يصير؟ يصير طبعا انديه محترفين، اللاعب له حق انه هو يلعب في اي نادي، توصل مره ثانيه ويحصلها ايضا
كلازيو، وكلازيو كره معاه بيلعبها عرضيه الى ارتس، وارتس كره معاه لحد الان، ارتس بيلعبها ناحيه الشمال توصل الى ثمانيه بيحصلها تلعب بيلعبها بكعب ريلا ازموريس بيلعبها قدام وخطره بيصلح حراسه بالجول، تبغى صلح حزمه من بيشيلها من قدام محبوب جمعه، من قدام احمد المطيري حارس مرمى وبياخذها مره ثانيه بيلعبها سبعه حلوه توصل بيد احمد سليمان المطيري بيحصلها. على طول بيلعبها حارس مرمى منتخب الكويت الوطني العنبري اللي راجع ورا رضا معرفي، عبد الله معيوف، عبد العزيز العنبري، العنبري سعد الحوطي العنبري مره ثانيه اقرب لها المدافع بيطلعها برا الملعب اوت. رضا معرفي، عبد الله بلوشي، فيصل الدخيل، فيصل الدخيل كره مع الدخيل بيلعبها لفتحي كمين، فتحي كمين فيصل الدخيل، فيصل الدخيل حلوه انما يلعبها يقطعها من المدافع توصل بينيه حلوه هات تاخذ تلعب توصل الى كلازيو، كلازيو على يمينه الكابتن فاسلس لعبها الكابتن فاسلس حصلها فاسلس كره مع فاسلس يلعبها فاسلس الى كلازيو، وكلازيو كره معاه كلازيو بيعدي ولعبها عرضيه وخطره وصلحت جول تضرب الغابة ترجع مره ثانيه طلعها من الجول الله حلوه مرتين تضرب الغام وترجع الى احمد المطيري وترجع مره ثانيه ورضا معرفي بيغطي عليها وبعد ما لعبت عرضيه خطره على مرمى منتخب الكويت الوطني تضرب القائم وكانت لعبه خطره على مرمى منتخب الكويت الوطني اللعب توصل مره ثانيه ارتس كره معاه بيلعبها ارتس مع سابينيا بيحصلها العنبري انما ياخذها ليما ثلاثه وليما بيلعبها عضو سابينيا وسابينيا بيلعبها ناحيه شمال الى كارلوس بريرا بيحصلها فتحي كميل فتحي فيصل الدخيل لعبها لفيصل الدخيل فيصل الدخيل كره معاه بيحصلها ناحيه العنبري انما الخطفه المرتده اسمها الخطفه المرتده يعني اخطر لعبه لازم تكون اخطر لعبه لازم تكون تلعب تلعب توصل ما عليه ما عليه شباب واحده تخيب واحده تصيب توصل مره ثانيه الى سعد الحوطي سعد الحوطي فاروق فاروق فيصل الدخيل فاروق كره مع فاروق لحد لا بيلعبها لسعد الحوطي سعد الحوطي لفاروق بيلعبها وفاروق كره معاه بيحصلها بيلعبها العمري غيرها يعطيها رضا معرفي لان العمري مسك اعطاها فاروق اعطاها فوتها فتحي فوتها اربعه ايضا اللي هو كليارما وتوصل مره ثانيه اللعب الى ازموريس كلازيو العنبري معرفي معيوف لوشي محبوب معيوف بلوشي خمسه بيحصلها كارلوس بريرا بيرجع فيها كارلوس بريرا يلعبها الى ازموريس ارتس ارتس كلازيو سابينيا ليما لا سته فاسلس كابتن فاسلس بيلعبها يقطع معيوف حصلها سعد الحوطي دله العنبري اقرب لها ليما بيلعبها لحارس مرمى دلقاقو 27 دقيقة تقريبا مضى من الشوط الأول من المباراة لحد الآن منتخب الكويت الوطني 2 نادي بلننسي البرتغالي لا شيء تلعب في النص عرضية بيلعبها سابينيا إلى كلازيو فاسلس الى كلازيو صلح عرضيه تسعه شوت انما تروح الكره برا الملعب حلوه ملعوبه لينكال لعبها لينكال تسعه اللي هو كلازيو لا لينكال تسعه شايت انما تروح الكره لاحظ الثلاثي اللي لعبوا لحد الان سبعه وتسعه وعشره سبعه ارتس وكلازيو عشره ولينكال تسعه كلهم لاعبين برازيليين لاعبين برازيليين وتلاحظ التفاهم بينهم خصوصا الواضح التفاهم بين لينكال وبين كلازيو
رضا معرفي، سعد الحوطي، رضا معرفي اوت. رامي تماس، رضا معرفي العنبري خطأ في رامي تماس لأنه ما طوى حيدة ورا، صح يا مسفر؟ تلعب توصل مرة ثانية، تلعب في النص توصل إلى آرتس، آرتس كرة معاه، سبعة بيلعبها حلوة بينية توصل إلى كارلوس بريرا، إنما ياخذها فاروق، فاروق بيلعبها لمحمد عباس، شايد عبد الله بلوشي تروح منه، لاع البرازيل تلعب في النص، طاح محبوب مرة ثانية توصل إلى فيصل الدخيل راجع ورا، والدخيل حلوة، الدخيل بيهوش كرة مع الدخيل، برسم ملعب سريع، الدخيل بيلعبها ناحية فاروق، فاروق كرة معاه ناحية فتحي، كمي لعبها ناحية فتحي، إنما خمسة مراقب فتحي اللي هو كارلوس بريرا، وبيحصلها منه فتحي، بيعدي كرة مع فتحي، فتحي كميل بيمر أوت أوت أوت. فتحي بدأ يفتح الليلة شوية بعد ما أصيب شوية، شايف اليوم مباراة هذه لحد الآن في النص ساعة في حركة وفي تفاهم، تلعب الكرة وتوصل مرة ثانية، واثنين منتخب الكويت الوطني، وباجر ربع ساعة ينتهي الشوط الأول من المباراة، كرة مع كلازيو، كلازيو طلعها من العنبري، مجهود العنبري بيرجع وراء تقدم قدام، بيطلع الكرة من قدام كلازيو، تلعب مرة ثانية، توصل الكرة إلى سابينيا، سابينيا بيلعبها في عرض ملعب إلى آرتس، وارس كرة معاه بينقلها قدام حلوة ملعوبة، إنما أحمد سليمان المطيري بيطلع بشيلة وبيصحى، تروح الكرة مرة ثانية تلعب، وأحمد برا الجول، إنما تطلع الكرة برا الملعب أوت. أحمد سليمان الظاهر إنه لما نط نزل في لاعب عمل له كوبري تحت ونزل، ان شاء الله سلامه، شايفه بيطلع على ريله شويه، العنبري حلوه، العنبري لعبها للدخيل اوت، رامي التماس، سابينيا توصل إلى فيصل الدخيل، حوطي، فاروق تروح منه، بيحصلها لينكل، لينكل بيلعبها وبيحصلها كلازيو، وكلازيو بيلف حواليها وبيأخرها، كانت هجمة إنما بيتأخر فيها، بيلعبها عرضية توصل ناحية كارلوس بريرا، بريرا بيلعبها إلى سبعة آرتس، آرتس بينقلها إنما ترجع مرة ثانية وتوصل، تلعب إلى تسعة لينكل، حصلها تلعب مرة ثانية، تطاح محبوب وشايت تضرب، وهجمة لي فلنسي بشوت، إنما 11 اللي هو سبيدر، تروح الكرة برا الملعب أوت. طبعا اثنين مغلوبين فريق فلنسي، هدف في الدقيقة 10 من الدخيل من ضربة جزاء لما دخل عنبري مع حارس المرمى، هدف ثاني دقيقة 14 يعني بعده بأربع دقائق بس لسعد الحوطي، هدف حلو جميل، اثنين لمنتخب الكويت الوطني، لا شيء لنادي بلنسي، تلعب سابينيا، سابينيا كرة معه بيلعبها الارتس، ارتست كره معاه بيلعبها قدام تسعة، خذها فاروق لفتحي، كره مع فتحي بيلعبها ناحيه عبد العزيز العنبري، العنبري يحاول يحصلها، ياخذها من قدامه ليما، قطعها ليما من قدامه، لعبها على طول ناحيه الشمال الى كارلوس، كارلوس يلعبها الى ازموريس، ازموريس إزموريس إلى كلازيو، كلازيو إلى ثمانية، إزموريس مرة ثانية، إزموريس إلى
فاسلس، فاسلس يلعبها الى كلازيو، كرة مع كلازيو، رضا معرفي، رضا معرفي يحصلها من قدام، كلازيو يلعبها لفاروق ابراهيم، فاروق البلوشي، بلوشي الى فيصل الدخيل، دخيل كرة معه عبد الله معيوف، معيوف يلعبها ناحية رضا معرفي سريعة وبيحصلها رضا معرفي، حصلها، حصلها رضا فعلا، شات في اثنين سابينيا وطلع الكرة برا الملعب اوت. اخر 10 دقائق، اخر 10 دقائق، كورنر لمنتخب الكويت الوطني، رضا معرفي، ثبتها رضا، لعبها الكورنر لكن اوت، تلعب دلقاقو حارس المرمى، دلقاقو طول يلعبها عالية قدام، عبد الله معيوف حصلها، ليما سعد الحوطي توصل إلى فاروق محمد عباس، محمد عباس بغير لعب، حلوة عرضية، عرضية توصل رضا معرفي، لعب لسعد لسعد الحوطي، سعد الحوطي لعب بالرمى توصل إلى سابينيا، سابينيا بيلعبها إلى كليارما، كليارما يلعبها ياخذها فتحي، كرة مع فتحي، حاول يمر فتحي، بيلعبها لفيصل الدخيل، لما بتعدي من الدخيل ما كان متوقعها الدخيل، تروح منه سهلة، توصل إلى 7 آرتس، آرتس إلى فاسلس، فاسلس طلعت منه أوت، مراقب الخط قريب، شوف الكرة طلعت أوت، تلعب فاروق، عبد الله بلوشي، محبوب جمعة، عبد الله، رضا، عبد الله، رضا، فاروق، حوطي، حصلها إزموريس، خذها الدخيل، إنما توصل ناحية اليمين، سابينيا بيحصلها، داخل مع الدخيل اوت، رامي التماس، رامي التماس اللعب اوت، رامي التماس 2 منتخب الكويت الوطني لا شيء، نادي بلا ننسي كورنر، 2 منتخب الكويت الوطني، سجل الدخيل الهدف الأول دقيقة 10 من الشوط الأول من ضربة جزاء، سجل أيضا اللاعب الحوطي دقيقة 14 الهدف الثاني، تلعب لعبها ثاني مرة أرضية، المفروض تلعب فوق، توصل إلى عبد الله بلوشي، بلوشي حصل تضرب ترجع مرة ثانية، لعبها ناحية رضا معرفي، رضا معرفي كرة معاه طلعها أرضية، أرضية حيل سابينيا المفروض يطلعها أرضية، عرضية بسرعة وقوية عزنا، ممكن أي لاعب ممكن يواجهها، بيلعبها داخل الجول فتأخر فيها، لعبها ضربت في اللاعب سابينيا وطلع الكرة برا الملعب كورنر، دخل الكويت الوطني هو الآن ضاغط لحد الآن، وباقي تقريبا 7 دقائق أو 6 دقائق ينتهي الشوط، تلعب الأولاني واثنين منتخب الكويت الوطني لا شيء، نادي بلا ننسي البرتغالي
حصلها ستة الكابتن فاسلس رضا معرفي. إلى كلازيو، كلازيو بيلعبها إلى تسعة لينكل، لينكل مع محبوب بيحصلها ثمانية مرة ثانية. إز موريس توصل إلى فاسلس، تضرب سعد الحوطي، فاروق سعد الحوطي، كرة مع سعد الحوطي، فيصل الدخيل، فاروق، فيصل الدخيل، عبد الله معيوف يلعبها بينية بيحصلها اللاعب إز موريس. إز موريس بيلعبها إلى أرتس، أرتس كرة معاه تلعب مرة توصل إلى فريق البرتغالي في النص، ملعوبة إلى إز موريس. إز موريس في النص كرة معاه بيلعبها ناحية الشمال توصل إلى سبيدر، إلى كلازيو، كلازيو ناحية اليمين بيلعبها إلى أرتس، وأرتس بينقلها عالية كرة ملعوبة ومشترك برأسه توصل بإيد حارس المرمى أحمد المطيري. أحمد سمان المطيري يلعبها على طول ناحية اليمين توصل محمد عباس، محمد عباس فاروق، فاروق في العرض لعبها لرضا معرفي على طول، رضا معرفي، عبد الله معيوف، فاروق، سعد الحوطي، رضا معرفي. هدفين في المباراة، باقي خمس دقائق من الشوط الأولاني لمنتخب الكويت هدفين. فاروق بيلعب طول بيلعبها توصل إلى العنبري، العنبري بتروح منه بياخذها ليما، وليما بياخذها سابينيا، وسابينيا بيلعبها مره ثانيه الى إز موريس. إز موريس بيلعبها انما العنبري مشترك مع فاسلس توصل الى سابينيا، سابينيا بيلعبها على طول ناحيه كليارما، كليارما بيلعبها الى ارتس، وارتس على شماله بينقلها ناحيه اليمين فاضي فاسلس كره معاه بيباصيها توصل ناحية كلازيو حصلها عبد الله معيوف اوت. رامي التماس، كلازيو قطعها رضا معرفي توصل لفرق ابراهيم، عبد الله معيوف، حارس مرمى احمد مطيري. فاروق سعد رضا ثلاث نقلات، فاروق الرابعة، خامسة بلوشي، سادسة وين؟ سادسة عند العنبري، وسابعة وين؟ سابعة ترجع ورا عند محبوب، والثامنة راح تروح وين؟ الثامنة تروح عند فتحي، والتاسعة بتروح عند فيصل الدخيل، لحد الآن مع فتحي راحت منه، طلع عبد الله بلوشي توصل مرة ثانية العاشرة تنقطع وترجع مرة ثانية الـ 12 عند بلوشي، وبلوشي إلى فاروق، فاروق رقم 13 لعبها ناحية فيصل الدخيل 14، والدخيل بيلعبها ناحية العنبري اوف سايد رقم 15، اوف سايد، اوف سايد، اوف سايد، باقي اربع دقائق تسلل، تلعب الى سابينيا. كلازيو، سعد الحوطي، فيصل الدخيل، سعد الحوطي ياخذها ليما طلعها اوت. رامي تماس لمنتخب الكويت الوطني، رامي تماس، سعد الحوطي بيلعبها على طول توصل الى عبد الله بلوشي، بلوشي بيلعبها بلوشي انما اقرب لها اللاعب سبيدر، سبيدر بيلعبها على طول الى ارتس، ارتس بينقلها طويله اقرب لها حارس المرمى احمد المطيري. ناحيه اليمين محمد عباس، اخر تقريبا دقيقتين من الشوط الاولاني، منتخب الكويت الوطني 2-1 يابا دخيل من ضربه جزاء بنالتي، والثاني يابا سعد الحوطي هدف حلو في الدقيقه 14. تلعب ناحيه اليمين توصل الى محمد عباس، الى محبوب جمعه، محبوب يلعبها ناحية فتحي كميل، وخمسة مراقبة كارلوس بيريرا اوت. رامي التماس، فتحي بيلعب، رامي التماس يلعبها الى محمد عباس، محمد عباس بردها لفتحي وردها لفتحي، ويلعبها لفاروق ابراهيم، فاروق بيلعبها عرضية ناحية الدخيل، الدخيل ويطالع حارس المرمى، تلعب مرة ثانية وبيحصلها محمد عباس توصل الى فيصل الدخيل، اوف سايد، اوف سايد،
اوفسايد. الدخيل كان في موقف تسلل، الكرة جت لي فيصل الدخيل فعلا بينية في مكان حلو، لكن كان فيصل الدخيل في موقف تسلل. خلاص تقريبا دقيقة وشوية وينتهي الشوط الأول من المباراة، اثنين منتخب الكويت الوطني، لا شيء نادي بلنسي البرتغالي اللي بيجي بدعوة من الاتحاد الكويتي لكرة القدم ويلعب مباراة الأولى هذه، تلعب عرضية توصل إلى عبد الله معيوف يطلعها برا الملعب، كورنر، كورنر لنادي بلنسي البرتغالي. لعبة الكورنر، تلعب كرة عرضية، يا حلوة، أحمد سليمان طيري بنط بشيلها، تلعب ناحية اليمين توصل إلى محمد عباس، محمد عباس بيلعبها على طول ناحية اليمين توصل إلى فاروق، فاروق بيلعبها طويلة ناحية عبد العزيز العنبري، العنبري كرة معه، لعب الفتحي غير لعبها حلو، عدى ناحية ثانية كرة معه عبد العزيز العنبري وبيتأخر فيها، بياخذها فاروق، فاروق بيلعبها ناحية فتحي كمين لما يقطعها، رغم أربعة من قدامه بيلعبها اللي هو كل يارما بيطلعها وبيحصلها المدافع الشمال كارلوس بريرا، ناحية الشمال تلعب توصل مرة ثانية أرتيس، طويلة قدام أرتيس بيلعبها إلى لينكل يلعبها إلى إزموريس، وإزموريس يلعبها عرضية مرة ثانية إلى أرتيس بيلعبها مرة ثانية إلى إزموريس ناحية اليمين توصل إلى فاسلس يلعبها إلى أرتيس، إنما تنقطع سعد الحوطي لعبها العنبري لسعد الحوطي يا عبد الله معيوف، 45 خلاص ما في وقت ضايع ولا شيء ابدا، زمن الشوط الاولاني، اثنين منتخب الكويت الوطني لا شيء، نادي بلنسي البرتغالي، الحكم يطلع ساحه احمد المسفر، كره مع فاروق يلعبها لرضا معرفي، فاروق عبد الله معيوف، بلوشي معيوف طويلة ناحية اليمين، لكن أقرب لها حارس المرمى دلقاغو، خلاص الحكم بيصفر، أعتقد أحمد المسفر خلاص هذا هو بيذهب صفارته بيصفر مع نهاية الشوط الأولاني، تلعب ويطالع ساعة المسفر توصل لسعد الحوطي لفيصل الدخيل ويصفر الحكم أحمد المسفر مو على نهاية الشوط الأولاني، نتيجة منتخب الكويت الوطني 2 نادي بلنسي البرتغالي لا شيء. سيداتي آنساتي سادتي، إلى اللقاء إن شاء الله بعد استراحة قصيرة، مع السلامة. سيداتي آنساتي سادتي، أحييكم مرة ثانية لأصف لكم الشوط الثاني من هذه المباراة الودية بين منتخب الكويت الوطني من استاد نادي القادسية بحولي ونادي بلنسي البرتغالي. انتهى الشوط الأولاني، منتخب الكويت الوطني 2 نادي بلنسي البرتغالي لا شيء. بداية الشوط الثاني غيروا محلاتهم الأزرق نادي بلنسي البرتغالي والأحمر منتخب الكويت الوطني. بداية الشوط الثاني سنترت، غيروا منتخب الكويت الوطني، نزل ياسم يعدو بطلع العنبري، نزل دريهم طلع رضا معرفي، نزل جاسم بهمن في حراسة المرمى وطلع أحمد سليمان المطيري، ثلاث لاعبين منتخب الكويت الوطني غيروا ثلاث لاعبين، نادي بلنسي البرتغالي غيروا لاعب واحد طلع كلازيو 10، البرازيل نزل أميرال رقم 14. تلعب الكرة وتوصل إلى الكابتن 6 فاسلس كرة معه بيلعبها إلى إزموريس بيلعبها إلى 9 لينكال بيلعبها على طول ناحية بريرا بينقلها وعبد الله معيوف ناط توصل ناحية إبراهيم دريم، فيصل الدخيل، دخيلي بيلعبها على طول إلى سعد الحوطي يخليها لمحمد عباس، فاروق كرة محمد عباس تحت فاروق، لعبها إنما يقطعها رقم 11 اللي هو سبيدر،
سبيدر بيلعبها انما يرطع محمد العباس مره ثانيه بيحصلها محبوب. محبوب لعبها لفتحي كميل، فتحي بيحاول يعدي واربعه داخل معاه، فتحي كميل بيحاول يمر منه، كره مع فتحي بيحصلها فتحي. ما يقدر على فتحي انه هو يلعب مع لعبه فيها شويه دفع ليما، بيحاول اخذها فتحي تلعب سمره توصل لعبد الله بلوشي. فاروق ابراهيم كره مع فاروق، فاروق لعبها الى محمد عباس، محمد عباس كره معه لعبها الى عبد الله بلوشي، بلوشي لعبها لفاروق ابراهيم، فاروق بينقلها لجاسم، بينقلها على ناحيه جاسم فيصل يقطعها المدافع، توصل مره ثانيه الى بلوشي لكن بيحصلها حارس المرمى دلغاغو، دلغاغو الى سابينيا. اوت. رمي التماس، خطا في رمي التماس من الفريق البرتغالي، تلعب توصل الى فيصل الدخيل، كره مع الدخيل يم الحوطي بيلعبها الحوطي، والحوطي كره معه بيلعبها ناحيه ابراهيم دريم، ودريم ناحيه شمال كره معه بينقلها دريم قدام، ودريم كره معه بيعدي انما يلعبها توصل الى ارتس، وارتس بيلعبها ناحيه اليمين بيحصلها فاسلس، فاسلس انما يقطعها عبد الله معيوف صمام الامان في دفاع منتخب الكويت الوطني. بدايه الشوط الثاني كره مع ابراهيم دريم، ودريم ينقل ناحيه جاسم يعقوب، جاسم بيحاول يصلح على فتحي كميل، وفتحي حلوه شايت انما شايت وين؟ بيد حارس مرمى دلغاغو. جاسم يصلح على فتحي، فتحي شايت انما توصل سهله عند دلغاغو. لعبها على طول الى اليارما. محمد عباس، محمد عباس بلوشي يمه فاضي، بلوشي يمه سعد الحوطي يلعبها لجاسم يعقوب، جاسم يلعبها لنفسه وبيصلحها لمحمد عباس، محمد عباس كره معاه بتروح منه وبيحصلها ازموريس. سبيدر، سبيدر كره معاه بيحاول يعدي سبيدر، سبيدر بياخرها وبيلف حواليها، في فاول على محبوب جمع. فاول، فاول خارج منطقه 18، اول اربع دقائق من بدايه الشوط الثاني، اثنين منتخب الكويت الوطني سجل هدفين في الشوط الاول، اربع دقائق من الشوط الثاني، فاول خارج 18، ارتس يامها، اولينكل، ازموريس لعبها بيد جاسم بهمن، بيد جاسم بهمن على طول لعبها ناحيه اليمين، محمد عباس، فاروق ابراهيم، عبد الله بلوشي، عبد الله معيوف، ابراهيم دريهم كره مع دريهم، سعد الحوطي بيعدي، سعد الحوطي ياخذها مدافع الاسباني البرتغالي سان سابينيا، طولة قدام اوت. رمي التماس توصل الى عبد الله بلوشي، فاروق ابراهيم، ابراهيم دريم، دريم بيلعبها بياخذها ارتس، لعبها ناحيه اليمين محبوب جمعه الى جاسم بهمن حارس مرمى منتخب الكويت الوطني. بهمن بيلعبها على طول ناحيه ابراهيم دريهم، دريهم فيصل الدخيل، كره مع الدخيل وفتحي، كره مع فتحي بيحطها بالجول، ما بيحصل فتحي، لعبها الدخيل لفتحي حلوه، بيطلع لها حارس مرمى فتحي بتشير مع الكره بتمشي معاه وما يعتقد ان الكره مع فتحي، فبتضرب تطلع الطول منه وتروح برا الملعب ضربه مرمى لصالح فريق بلنسي البرتغالي. سبيدر، سبيدر الى لينكل، سبيدر ازموريس، سبيدر محمد عباس، وسبيدر
عبد الله بلوشي، فاروق ابراهيم، عبد الله بلوشي، فاروق ابراهيم، سعد الحوطي، فيصل الدخيل، فيصل الدخيل، فيصل الدخيل، فيصل الدخيل، اعطيها جاسم عبدالله العتيمين، جاسم جول، حلوة 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 منظرها، لو انها ما تقول، حلوة حلوة حلوة، فيصل عفر فيها ناحية الشمال، صلحها جهة اليمين وجاسم يمينه بيمينه وبيطلعها على مرمى، كورة اللعب توصل دريم، بيحصلها سعد الحوطي، حصل الحوطي بيلعبها عرضية توصل إلى جاسم، إنما بيحصلها مرة ثانية، بيحصلها سابينيا، سابينيا هجوم ضارب لحد الآن منتخب الكويت الوطني، هجوم ضارب، فتحي، فيصل، جاسم، ثلاثة أخطر من بعض، الله يوفقهم إن شاء الله. تلعب توصل إلى سبيدر، مرة ثانية توصل إلى كليارما، كليارما إلى أزموريس، أزموريس بيلعبها إلى سبيدر رقم 11، سبيدر كرة معاه بيلعبها عرض، توصل كرة إلى ثمانية أزموريس، أزموريس بينقلها ناحية اليمين إلى أرتس، كرة مع أرتس بيلعبها إلى أزموريس مرة ثانية، أزموريس يلعب راسه، توصل كرة إنما يرتاح دفاع، توصل إلى أزموريس، أزموريس كرة معاه بيحصل أزموريس بيلعبها الى سبيدر، سبيدر بيلعبها الى 14 اللي هو اميرال اللي تو نازل، شوط ثاني اميرال، اميرال ومحبوب جمعه، واميرال ومحبوب بيرمي نفسه عليها وما يخلي صرف فيها من اميرال، بيطلعها منها برا الملعب اوت. تسع دقائق مضى، تسع دقائق مضى من الشوط الثاني والنتيجه مثل ما هي، الشوط الاولاني اثنين منتخب الكويت الوطني لا شيء، نادي بلننسي البرتغالي سبيدر، شوت كورنر، كورنر كورنر، تلعب ازمورس بيلعب الكورنر، تنقطع صفر ثاني، خطرة يحط بالجول، بيطلع بشوت نما تطلع الكرة برا الملعب اوت، خطرة وكرة ملعوبة وبشوت رقم 6 اللي هو فاسلس الكابتن بيحط ريله فيها، بتروح الكرة ها 6 الكابتن، تطلع الكرة جنب الغالمين برا الملعب اوت. في لاعب من بلنسيا البرتغالي بيسخن، راح ينزل الظاهر، في طبعا تغيير، في تغيير، هذا هو اللي بيسخن، جابت الكاميرا واضح المخرج معنا على طول، هذا اللاعب اللي راح ينزل، بهمن بيطولها قدام، توصل ناحية فتحي اوت، رامي التماس، فتحي لبلوشي، بلوشي لفاروق، فاروق لفتحي، وفتحي بيعمل حركة سبعة حلوة فوتها من خمسة، بريرا كارلوس بيلعبها، انما توصل ناحيه فاروق ابراهيم، كره محفظه العرضيه فاروق، بيلعب عرضيه فاروق انما يرتاحها المدافع، حلوه حلوه حلوه، فتحي بيعمل حركه حلوه فوتها بالريلا وبيخلي كارلوس بريرا بيروح بالهواء ويحاول يلعبها ناحيه اليمين، لعبها لفاروق، فاروق انما يطلعها المدافع البرتغالي من نادي بلننسي برا الملعب، كورنر اثنين منتخب الكويت لا شيء، نادي بلننسي البرتغالي، كورنر لمنتخب الكويت الوطني، هذا فاروق الاحمر راح يلعبها، لعبه فاروق حلو، جاسم نط توصل بيد حارس مرمى دلقاقو، دلقاقو 10 دقائق مضى، ناحيه اليمين جاسم بيحصلها، هذا جاسم بيحصلها 15 بينزل، توصل مره ثانيه وتلعب، ابراهيم دريم، سعد الحوطي، ابراهيم دريم، ابراهيم دريم بيحاول يعدي بياخذها، ارتيس توصل بايد حارس المرمى اللي هو دلقاقو، تلعب ناحية 11، خذها فاروق، فتحي، محمد عباس، بلوشي، كرة مع بلوشي، بلوشي لعبها ناحية فاروق لما يقطعها، بيريرا كارلوس ياخذها، ثمانية ازموريس، ازموريس بيلعبها سبيدر، ازموريس، ازموريس بينقلها ناحية اليمين، ياخذها فيصل الدخيل اللي راجع ورا، كرة مع الدخيل بيحصلها الدخيل،
وبيعدي الدخيل من واحد سهل بالكره معاه، وبيعدي فيصل الدخيل بكعب ريلا حلو لابراهيم دريم، ودريم الكره معاه بيلعبها على طول الى عبد الله معيوف، كره مع معيوف مع معيوف، معيوف يلعبها على طول ناحيه محمد عباس، محمد عباس كره معاه يما فيصل الدخيل يما جاسم بشاور، توصل ناحيه فاروق ابراهيم كره مع فاروق بصلحها يلعبها فاروق عرضيه وبيطيح المدافع توصل بايد حارس المرمى دلقاقو، دلقاقو ناحيه اليمين بيلعبها على طول توصل ناحيه سابينيا ارتس، سابينيا تسعة لينجال ارتس حلوة الى سبيدر، سبيدر از موريس شايت اوت، في تغيير بينزل لاعب رقم 15 بينزل بعد 14 الى 15 بينزل اللي هو كارنيرو برازيلي، ايضا برازيلي هذا البرازيلي ربع الفريق، كارنيرو اسمر وبرازيلي في شبه من خلف سطام كارنيرو، وطلع رقم 11 سبيدر، ابراهيم دريهم، سعد الحوطي، تلعب توصل ما هي بعدها المدافع، توصل الى كارنيرو لعبها على طول محبوب جمعه ولينكل ما يطلعها محبوب برا الملعب اوت، 14 دقيقة نتيجة ما زالت 2 منتخب الكويت الوطني لا شيء نادي بلا ننسي البرتغالي، كرة ملعوبة طويلة توصل ناط بهمن بشيلها بهمن بطلعها مرة ثانية، توصل بهمن برا الجول فاروق بيصلحها براسه، وتوصل مرة ثانية ارتس بيلعبها ناحية اليمين إلى ستة اللي هو فاسلس، فاسلس كرة معاه فاسلس 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 وبيعدي فاسلس كرة معاه ناحية اليمين يصلحها عرضية خطة طلعها بهمن وبيحطها بالجول، تروح الكرة برا الملعب حلوة طلعها بهمن وبيحطها تسعة، انما تسعة اللي هو لينكن ايضا لينكل بيحط الكرة، ها تسعة ها تسعة اللي بيشاول لينكل ضربة مرمى وبيضيع فرصتين وبيضيعون فرص فريق فاروق ابراهيم، كرة مع فاروق لعبها ناحية فيصل الدخيل أغرب لها ليما بيلعبها إلى حارس مرمى دلقادو، دلقادو جهة اليمين 14 أميرال أوت، فاسلس فاسلس بيلعبها ناحية اليمين إلى أميرال أوت، بهمن كرة مع بهمن ربع ساعة باقي نص ساعة من الشوط الثاني، منتخب الكويت الوطني 2 سجل هدفين في دقيقة 14:10 من الشوط الأولاني، كرة مع محبوب بيعدي محبوب من واحد من الثاني بسهولة وبيعدي من الحكم مرة ثانية أيضا، توصل ناحية اليمين حكم أحمد المسفر بيعدي من ناحية محبوب، توصل كرة مرة ثانية إلى أرتس، وأرتس كرة معه بيلعبها ناحية سابينيا، وسابينيا بيلعبها خط توصل إلى إبراهيم دريهم، دريهم إلى بلوشي، بلوشي إلى فاروق، فاروق بيلعبها ابراهيم دريم، دريم كره معاه بينقلها قدام انما بايد حارس المرمى اللي هو دلقادو، دلقادو الى كارلوس بريرا، في لاعب ينزل رقم 16 ايضا
كارنيرو 15 كره معه برازيلي بيلعبها عرضيه كارنيرو تصلح توصل مره ثانيه لارتس ارتس بيعدي قطعها ابراهيم دريهم حصلها ناحيه اليمين سابينيا ترجع الى ليما حصلها كليارما الى ستة اللي هو فاسس كابتن تضرب فترجع مرضانة الى ارتس محمد عباس اوت في تغيير بينزل ازورو وطلع از موريس يعني طلع موريس ونزل رو از موريس طلع ونزل زورو لعبت سعد الحوطي دربكه وتوصل الى سعد الحوطي يبعدها وجاسم يعقوب يحصلها برده لحارس مرمى لعبت زورو بيلعبها الى اميرال 14 اميرال بينقلها انما ياخذها فاروق بيحصلها فاروق بيلعبها لعبد الله انما ياخذها محبوب معيوف يلعبها لابراهيم دريهم باصيها خطا توصل الى فريق البرتغالي تطلع الكره برا الملعب اوت 20 وباقي 25 نتيجة ما زالت لحد الآن اثنين منتخب الكويت الوطني لا شيء نادي بلنسية البرتغالي كرة مع فتحي فاروق بيلعبها ناحية فيصل الدخيل بيلعبها لجاسم يعقوب كرة مع جاسم بيلعبها ناحية فتحي كرة معاه لعبها كرة عرضية حلوة سعد الحوطي على الفيصل دخل الجول يلا دخيل خلصها توصل مرة لفاروق ابراهيم كرة مع بلوشي حصلها محمد عباس بياخذها اللاعب في حارس المرمى الظاهر انه مصاب اشترك مع توصل مرة ثانية للفريق البرتغالي محمد عباس تطلع الكرة برا الملعب او تريم التماس في لازم الحكم يوقف اللعب ليش؟ لان حارس المرمى طايح حارس المرمى هو اللي طايح فلازم طبعا الحكم يوقف اللعب لان يجب ان يكون الفريق في حارس يعني ما يوقف اللعب الا في حاله اصابه حارس المرمى ويشوفون حارس المرمى اذا كان يعالج واذا كان ممكن انه يعالج داخل الملعب اذا كان ممكن يعالج طبعا ينقل برا عشان ينقل برا لابد انه يكون احد اللاعبين حارس مرمى ممكن احد اللاعبين يعالج خارج الملعب لكن حارس المرمى ما يستطيع انه هو تستأنف المباراة إلا بعد ما عمل العلاج اللازم إن شاء الله تكون إصابته خفيفة وبسيطة اللاعب في المنصة الرئيسية اللي بيحضر الشيخ فهد الأحمد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم ورئيس الجنوبية الكويتية والشيخ أحمد الحمود نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأيضا بعض الشخصيات من المدعوين وقام حارس المرمى بالسلامة في شيء لعبت الكرة توصل إلى فتحي كميل فتحي إنما بياخذها منه حاول حصلها وحصلها فتحي من قدام كارلوس بليرا وبيلعبها فتحي في عرض الملعب توصل الى بلوشي شايت جول من حارس المرمى حلوه دخيل ولا بلوشي اللي شاتد دخيل ولا بلوشي اثنين ما كان قيم الكره تلعب توصل لما الكره حلوه ملعوبه وبيحصلها محبوب يلعبها الى سعد الحوطي لمحبوب محبوب بيحط لي اللاعب البرتغالي بيحاول يحصلها وبيحطها بالجول جول جول جول
كرة كان فيها شك انه بيحاخذها اللاعب رقم 9 بياخذها مجده محبوب بيحط ريله عليها وبيسجل الهدف الاول لفريق فلنسي البرتغالي في الدقيقة 22. كرة مرتدة ترجع من محبوب ياخذها اللاعب البرتغالي اللي هو لانكل رقم 9 في الدقيقة 22 وبيسجل الهدف الاول لفريق فلنسي. اثنين واحد ايضا هدف راح يضيف اكثر صعوبه في المباراه. اللعب توصل كره مره ثانيه لدريهم، دريهم يلعبها الى جاسم، جاسم يلعبها لسعد الحوطي، سعد الحوطي يلعبها لجاسم يعقوب، وجاسم كره معاه بيحصلها بيلعبها لابراهيم دريهم، تمام، اقرب لها المدافع اليمين بيحصلها سابينيا بيطولها قدام بلوشي، كره معاه بلوشي بيلعبها ناحيه فريق ابراهيم، فالكره معاه بيلعبها حلوه لفيصل الدخيل، الدخيل بيحاول يعدي انما توصل مره ثانيه وبيحصلها الكابتن فاستس بيلعبها الى لينكل بيلعبها في عرض ملعب توصل الى 5 اللي هو كاروس بريرا، بريرا بيلعبها الى 15 اللي هو كارنيرو كره مع كارنيرو بيلعبها عرضيه توصل الى ارتس، وارتس بيلعبها ناحيه عرض الملعب توصل مره ثانيه الى فاستس بيلعبها توصل الى كارنيرو، كره عرضيه توصل الى ارتس ياخذها محبوب ويلعبها الى فاروق ابراهيم، كره مع فاروق فتحي كميل، فتحي بيلعبها عرضيه بيرتاحها كارلوس بيريرا، كان فوتها الجاسم ما تعدي ارتس، شوط ثاني راح يحلو ايضا في هدف واحد لحد الان لفريق بالنسيا البرتغالي، كره مع لينكل جاب الهدف لعبها عطول الى فاسلس لينكل كارنيرو فاسلس ارتس حلوة سبعة حلوة سبعة، كرة من خارطة 18 بحوالي أكثر من 28 ياردة شايتها بالقول، حلوة رقم 7، هذا سبعة برازيلي اللي هو أرتس 25 وباقي 20 والنتيجة ما زالت 2 منتخب الكويت 1. كرة مع ياسم يعقوب وفي راية مرفوعة أوفسايد، في راية مرفوعة أوفسايد، 2 منتخب الكويت الوطني 1 نادي بلنسي البرتغالي. كرة ملعوبة في النص توصل مرة ثانية وبيحصلها أوزرو بيلعبها إلى بريرا كارلوس إلى أرتس بيلعبها أرضية قدام حلوة إلى لينكل، كان يلعبها ناحية كارنيرو يلعبها ناحية كارلوس بريرا وأوت. ياسم بهمن تلعب في النص بيحصلها أوزرو أرسي بيلعبها ناحية شمال كارلوس بريرا منقولة عرضية وفي فاول على 6 فاول على 6 فاسلس الكابتن فاول عليه حكى المباراة تحت المسفر والفاول ثبتها معيوف يلعبها عم توصل لسعد الحوطي يلعبها إلى إبراهيم دريهم كره معاه بيلعبها ارضيه قدام حلوه الى عبد الى فيصل الدخيل والدخيل كره معاه بيلعبها ناحيه ابراهيم دريهم كره معاه لعبها دريهم عرضيه جاسم يعقوب صلحها فيصل شايت انما بشوت تضرب في اللاعب البرتغالي تروح الكره برا الملعب اوت شات فيصل الدخيل وطيح شوف اللاعب ليما ظاهر الجو بارد شويه ولسعته الكره الظاهر سعته شايت على الطاير فيصل كورنر لمنتخب الكويت الوطني ابراهيم دريهم يثبتها لعبها دريهم انما بيحصلها دلقالو
اخذها محمد عباس، فيصل الدخيل، فاروق ابراهيم، فيصل الدخيل، ترجع مره ثانيه الى فاروق ابراهيم، فتحي كميل، فاروق، فاروق نما توصل الى دلقادو حارس المرمى. اثنين منتخب الكويت الوطني، واحد نادي بلنسيا البرتغالي، تلعب في النص ارتس اوت، رامي التماس، محمد عباس، فاروق ابراهيم، سريع على طول اللعب، عبد الله بلوشي، سعد الحوطي، سعد الحوطي، ابراهيم دريهم، حلوه منقوله، اربع نقلات، ابراهيم دريهم بيعليها، لعبها ابراهيم دريهم لما ما تمر بيحصلها اللاعب سته اللي هو فلنسي، فاسلس، فاسلس كره معاه، عبد الله معيوف اسرع منه ويلعبها تطلع كره برا الملعب، كورنر، كورنر النادي بلنسيا البرتغالي. كورنر، لعبة الكورنر، اشترك محبوب، فاروق بيهديها، لعبة اللي فتحي كميل، فتحي حاول يلعبها انما مراقب، توصل مرة ثانية لليما، بيحصلها فتحي كميل، لعبها إلى فيصل الدخيل، دخيل كرة معاه، لعبة اللي فتحي كميل، فتحي بينية بيحاول يحصلها فتحي، حصلها فتحي، كرة معاه، لعبها عرضية انما يلعبها وين بيحصلها اللاعب البرتغالي، توصل إلى تسعة اللي هو لينكل، فتحي بدأ يتحرك هو فيصل هو جاسم، تلعب في النص، توصل مرة ثانية إلى لينكل، لينكل كرة معاه بيلعبها ناحية عرض الملعب، يلعبها فعلا ناحية خمسة، كارلوس بريرا، بريرا كرة معاه بيهدي اللعب، كرة معاه يلعبها عرضية إلى كارنيرو، كارنيرو بيعدي محمد عباس، كارنيرو، كارنيرو بيلعبها عرض، توصل مرة ثانية إلى أرتس، أرتس كرة معاه بيصلحها بشوت، أرتس بيلعبها قدام، ترجع له مرة ثانية، تضرب في فاروق ابراهيم، حصلها ارتس مره ثانيه، لعبها الى اوزرو، اوزرو الى كارلوس، كارلوس يلعبها عرضيه وناط كره خطا قدام الجول، محبوب يبعدها ابراهيم دريهم، عاليه وفوق ناط بلوشي، توصل مره ثانيه الى اوزرو، اوزرو بيحصلها ياخذها فاروق، عبد الله بلوشي يحصلها اوزرو مره ثانيه، تلعب ودربك خطره بيحصلها محمد عباس، مره ثانيه توصل الى ارتس، ارتس كرة معاه بياخذها عبد الله بلوشي، ترجع الى ليما، وليما، ليما بيلعبها الى فاسلس، فاسلس نشط الفريق البرتغالي، نشط، توصل مرة ثانية وتلعب في النص وتوصل عرضية، حصلها خمسة، كارلوس ياخذها فتحي، اوت، ريمي التماس لمنتخب الكويت الوطني، ريمي التماس تلعب من فاروق لفتحي كميل، فتحي بيلعبها لجاسم يعقوب، وجاسم بتروح منه سهله وبيحصلها اللاعب البرتغالي، توصل مره ثانيه، توصل الى فاسلس، فاسلس بيلعبها ناحيه اليمين، ابراهيم دريم هو تسعه اللي هو لينكل، لينكل بيلعبها مره ثانيه، توصل الى فاسلس، فاسلس بيلعبها الى ارتس، ارتس صلحها بيجيب الجول، توصل مره ثانيه يلعبها ناحيه الشمال الى كارنيرو، كارنيرو يقطعها عبد الله بلوشي، فاروق ابراهيم، سعد الحوطي، سعد الحوطي، ابراهيم دريم، فيصل الدخيل، فاروق فاتح ناحيه اليمين، فاروق، فاروق فاتح لعبها لحد فاروق انما حافظها كارلوس بريرا، ما تمر، توصل في نص الملعب ياخذها ارتس، ارتس بيطولها قدام ناحيه اليمين، محبوب غطي عليها بيحصلها، محبوب ثقه من تسعه لنكل، حلوه محبوب، حلوه يا محبوب، ثقه بياخذها لابراهيم دريم، توصل مره ثانيه الى جاسم يعقوب ناحيه اليمين، كره مع جاسم، جاسم بيحاول يعدي وعدى جاسم كره معاه بيعدي لما يطلعها منه اللاعب البرتغالي برا الملعب، كورنر، اخر 14 دقيقه من الشوط الثاني، اثنين منتخب الكويت الوطني، واحد نادي بلنسي البرتغالي. لعبه الكورنر، طلعها مدافع، توصل حلوه، حلوه حلوه حلوه، فاروق بيصلحها، وشايد فاروق، ولما اقول لكم مثل خط النص لما يبدا يشوت
في خطوره، وفاروق شات حلوه تروح الكره فوق العارضه برا الملعب. أو ضربه مرمى سابينيا ناحيه اليمين فاسلس، حلوه ملعوبه ما بياخذها ارتس، ارتس تلعب عرضيه 15 اللي هو كارنيرو محمد عباس، كارنيرو محمد عباس بيعد كارنيرو طلعها محبوب توصل فتحي وكارلوس يلعبها الى تسعة لينكل ارتس فاسلس ياخذ محمد عباس محبوب جمعة كورنر، كورنر بدأ اللعب ناحية الشمال لما نزل لاعب كارنيرو رقم 15 بدأ يلعب ناحية الشمال، فبدأ مركز الخطورة دائما في انذار، في انذار كلموا الحكم فبياخذ اللاعب انذار رقم 9 اللي هو لينكل، لينكل لينكل رقم 9 لينكل بياخذ انذار، نعتبر غلط الحكم بيقول له بياخذ انذار. تسعة بياخذ انذار، اخر 12 تدريجة، كورنر النادي بلنسي البرتغالي، كورنر مغلوب الفريق البرتغالي 2-1. فتحي فاروق لعبها ناحية فتحي حصلها فتحي كرة معاه يمر فتحي كرة معاه بيلعبها ناحية فيصل الدخيل، والدخيل كرة معاه ناحية اليمين طول من الدخيل ما بيتابع الدخيل لعبها ترجع له مرة ثانية توصل إلى المدافع كارلوس فيريرا إلى أوزرو، أوزرو ناحية اليمين يلعبها إلى سابينيا، سابينيا إلى أوزرو يلعبها ناحية اليمين إلى ستة فاسلس، فاسلس بيعدي فاسلس بيلعبها عرضية ياخذها فاروق لعبها إلى بلوشي، بلوشي يلعبها ناحية سعد الحوطي لفاروق ماخذ مكان حلو، كرة مع فاطمة جاسم لعبها ناحية فتحي، فتحي كرة مع الدخيل فاضي يلعبها ناحية الدخيل كرة معه، والدخيل بيحاول يعدي وبيعدي دخيل ناحية اليمين كرة معه بيطلع عرضية الدخيل ولعبها عرضية حلوة وجاء نما ناط نما توصل مرة ثانية حلوة كانت ملعوبة لو كانت غريبة عن جاسم بيحصل المدافع توصل إلى أرتس، أسرع ما يلعبها ناحية اليمين إلى أميرال، أميرال ناحية اليمين هو ودريهم وأميرال بيلعبها عرضية تطلع كرة برا الملعب كورنر، حلو الشوط الثاني حلو حلو، هجمة لمنتخب الكويت الوطنية، هجمة للنادي بلنسي البرتغالي، وفي لحد الآن شوط حلو بيلعب الفريقين وهجمات خاطفة وكرة ملعوبة، في تغيير مراكز وفي تحس ان منتخب الكويت الوطني بدأ هناك في تفاهم، كورنر كورنر آخر 10 دقائق كورنر لنادي بلنسي البرتغالي، لعبة الكورنر اوت، لعبت محبوب بهمن عبد الله بلوشي محمد عباس فاروق ابراهيم فاروق محمد عباس بلوشي فتحي اوفسايد فاروق، اوفسايد فاروق تسلل، كارلوس بيريرا تلعب أربعة كليارما أوزرو فاسلس أوزرو محبوب ف
فاروق جاسم فاضي لعبها ناحية جاسم يعقوب كرة مع جاسم والدخيل فاضي حصل دخيل قدام جول دخيل دخيل يلا جول حلوة 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 يا شباب يا دخيل حلوة يا دخيل كرة مثل الحلاوة ماشية حلوة 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 ماشية عرضية من فاروق لجاسم عطاها عرضية فيصل الدخيل ما يراضى الدش ضربت القائم ودشت جول 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 حلوة جول ثلاثة منتخب الكويت الوطني في الدقيقة 37 دقيقة 37 الدخيل 37 الدخيل قول حلو حلو مرسوم منقول قول سنترة اللعبت ثلاثة منتخب الكويت الوطني ثلاثة منتخب الكويت الوطني آخر سبع دقائق في المباراة نادي بلنس البرتغالي 1 منتخب الكويت الوطني 3 تلعب توصل قطعها محبوب محبوب يلعبها ناحية سعد ما ياخذها أوزرو تلعب يحصلها كليارما كليارما إلى أوزرو أوزرو إلى كارلوس بيريرا بيريرا إلى كارنيرو كارنيرو معدي محمد عباس ويلعبها عرضية خطرة عبد الله معيوف قطعها وهذا بهمن بيهديها وبيحصلها وبيلعبها قول لهم خلوها خلاص بباصيها لمحمد عباس لعبها الفاروق لعبها الفاروق لعبها الفاروق لعبها محمد جاسم بهمن جاسم بهمن لفاروق ابراهيم فاروق محمد عباس عبد الله بلوشي فاروق ابراهيم محبوب ممتاز يا محبوب وثقة بالنفس زينة فيصل الدخيل عبد الله بلوشي سعد الحوطي سعد الحوطي عط دريهم عط دريهم دريهم عطها جاسم عطها جاسم عطها جاسم غير رايف دخل دريهم كرة مع دريهم صلح دريهم شوت شوت دريهم شوت صلح دريهم توصل مرة ثانية كعب ريلا فيصل الدخيل لما ياخذها المدافع توصل إلى محمد عباس محمد عباس لما ياخذها كارنيرو محبوب يطلعها معوب برا الملعب أوت برا الملعب أوت ممتاز منتخب الكويت الوطني اليوم مباراة لحد الآن من المباراة الزينة اللي بيلعبونها تسعة اللي جاب الهدف لينكل ها لينكل تسعة برازيلي رامي التماس آخر خمس دقائق آخر خمس دقائق كرة مع فاروق سعد الحوطي عبد الله معيوف توصل لجاسم أقرب لها سابينيا لعبها إلى ليما ليما بيحصلها فيصل الدخيل يلا يا فيصل كرة مع فيصل الدخيل بيعدي فيصل الدخيل كرة معه بيعدي لعبها إلى جاسم يعقوب جاسم لعبها عرضية جاسم لعبها ولعبها عرضية جاسم ناحية فاروق إبراهيم فاروق هدا فاروق بيهديها كرة معه فاروق بيصلح نفسه يلعبها عرضية توصل إلى بلوشي لشاهد ترجع مرة ثانية بينط بلوشي بياخذها أوزرو أوزرو بيلعبها ناحية كارنيرو كارنيرو يرتاحها محبوب محبوب وهو معيوف في الدفاع رامي التماس لينكل حلوة كارنيرو كارنيرو بيلعبها قدام تلعب في راية مرفوعة انما الحكم ما فيها شيء كرة اللعب تصلح مرة ثانية لينكل بشوت انما محمد عباس بيحط راسه فيها مرة ثانية عرضية محمد عبد الله معيوف يرتاحها توصل لفاروق ابراهيم فاروق جاسم فاضي بيلعبها جاسم يعقوب جاسم فتح ناحية الشمال لعبها انما يلعبها وين اوفسايد خذها عبد الله بلوشي توصل لسعد الحوطي ابراهيم دريم دريم يلعبها لسعد الحوطي سعد الحوطي كره معاه سعد الحوطي بيلعبها انما تنقطع توصل مره ثانيه في النص اللي ياخذها سعد الحوطي توصل مره ثانيه لسعد الحوطي وسعد بيلعبها لفيصل الدخيل والدخيل كره معاه بيخليها لقاسم بيعدي بيلعبها لسعد الحوطي على الشمال الحوطي يلعبها عرضيه يطلع كره كورنر كورنر اخر اربع دقائق منتخب الكويت الوطني 3 سجل الدخيل في الشوط الاولاني من ضربه جزاء وسجل سعد الحوطي غير ما تعب في الشوط الاولاني 2-0 سجل لينكل تلعب للفريق تصل لجاسم يعقوب يحصلها بيلعب الجول تطلع كره برا ملعب اوت
حلوة حلوة. في الدقيقة 22 للكلب سجل هدف نادي فالنسيا البرتغالي، وباقي تقريبا آخر 4 دقائق وثلاث دقائق من الشوط الثاني من المباراة بين منتخب الكويت الوطني بين نادي فالنسيا البرتغالي. دريم يلعب عرضية، الله الله لو جاية هذه، الله الله هذه شفناها 72 73 72 73 73. جاسم عمل دبل كيك مرة في نهائي كأس الأمير، في نهائي كأس الأمير كان بين الكويت وبين القادسية، الهدف الوحيد تلعب توصل كرة في النص عرضية ناحية الشمال توصل إلى كارنيرو أوت أوت. لعبوا نتيجة اليوم وفوز، توصل ناحية عرض الملعب تلعب إلى أوزرو، أوزرو بيلعبها إلى فاسلس كابتن برتغالي أصلا، يلعبها قدام توصل لقطاع محبوب جمعة بنط تلعب توصل إلى جاسم يعقوب، يحصلها جاسم يعقوب كرة معاه بيلعبها الفتحي، فتحي ناحية اليمين كرة مع عطى جاسم، كرة مع فتحي بيحاول يعدي، كرة مع فتحي بيلعبها ناحية جاسم لما ما تمر وتوصل لسعد الحوطي بيحصلها أوزرو، وأوزرو كرة معاه بيلعبها عرضية إلى فاسلس، فاسلس بيلعبها بيعدي من محبوب بياخذها عبد الله بلوشي، ما فيها شيء ما فيها شيء، لعبها تصل لفاروق إبراهيم كرة مع فاروق، فاروق لعبها ناحية فتحي كميل، وفتحي بيلعبها ناحية فاروق ما تعدي توصل إلى أرتس، أرتس كرة مع أرتس، أرتس إلى فاسلس، فاسلس كرة مع عرضية ناحية اليمين إلى أوزرو، أميرال صح عبد الله معيوف صلح محبوب بلوشي فاروق أوزرو أرتس وبشوت أوت 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 أوت. خلاص باجي دريده ونقول خلاص، 3 منتخب الكويت الوطني، 2 في شوط الأولاني، 1 من ضربة جزاء لما دخل عنبري وشد حارس المرمى ومنعه حطها فيصل دقيق دقيقة 10، هدف للحوطي من أحلى أهداف دقيقة 14 45. خلاص 1-3 الكويت، منتخب الكويت الوطني. بداية الشوط الثاني دقيقة 22 سجل لينكل هدف في مرمى منتخب الكويت الوطني، في الدقيقة 37 الدخيل بيسجل أيضا هدف ثالث، كرة مع باهمن، كرة مع باهمن وخلاص. طبعا صفارة حكم المباراة أحمد المسفر ومساعدين أحمد البصري وعلي حسين، كرة توصل إلى فيصل الدخيل، كرة مع الدخيل محمد عباس فاضي، محمد عباس يلعب لمحمد عباس، محمد عباس كرة معاه بيلعبها ناحية اليمين طويلة توصل بإيد دلقادو، دلقادو فريق البرتغالي بلنسي بخسر أول مباراة له بيلعبها في الكويت، وأول مرة بيلعب في الشرق الأوسط، أول مرة بيلعب مع فرق عربية، فريق بلنسي بخسر أول مباراة تلعب، توصل كرة عرضية ويحصلها بلوشي، بلوشي سعد الحوطي، سعد الحوطي بيلعبها عرضية أخذها أرتس كرة معاه، توصل مرة ثانية إلى أوزرو، أوزرو بيلعبها عرضية إلى بريرا كارلوس، كارلوس بريرا بيلعبها قدام تلعب توصل ناحية اليمين أميرال، فاسلس بيعدي فاسلس كرة معاه بيطلعها منه معيوف ما يخليه برا الملعب أوت. خلاص الوقت الأصلي خلاص، والوقت الإضافي عند حكم المباراة أحمد المسفر، مباراة نظيفة وحلوة، والفريق الضيف بيلعب مباراة نظيفة بينقل الكرات، لكن منتخب الكويت الوطني اليوم فاجأ في خط الهجوم، أخطر منه وأحسن منه وأفضل منه، وثلاث أهداف حط في مرمى أفضل منه، تلعب كورنر توصل شايت 15 اللي هو كارنيرو تروح الكرة برا الملعب أوت، ضربة مرمى وخلاص بدأ الجمهور يصفر وبدأ الجمهور ينصرف من مكانه، معلن طبعا الجمهور نهاية المباراة، لكن طبعا تنتهي المباراة بنهاية بصفارة حكم المباراة وليس بصفارة الجمهور، لكن طبعا ساعة توقيت في الاستاد أيضا ساعة الجمهور أيضا بوقت ساعتهم، إنما حكم المباراة هو الميقات الوحيد في المباراة. عبد الله معيوف
ترجع له من سعد الحوطي. الوقت اللي فيه حارس المرمى لما عولج بقدره حتى المصري الى جاسم يعقوب، فتحي كميل، كره مع فتحي، فتحي بيعدي، كره مع فتحي، بيلعب فتحي، بيلعب فتحي، بيعدي الملعب، الله 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 اكبر يا اثنين، الله الله، فتحي كميل بيرقصهم وجاسم بيحطه براسه. جول 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 جول، فتحي كميل بيترقص ويترنم جهة الشمال، وجاسم يعقوب في الجول بيكملها براسه. جول 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 الرابع في الدقيقة 46 في الوقت الضايع من المباراة اللي وقتها عند حكم المباراة تحت المسفر. جول جول فتحي كميل بعد ما صنعه وعطاه جاسم، جاسم سجل منه أحلى هدف ثنائي، أحلى هدف ثنائي بين جاسم وفتحي. جول جول، كرة من محمد مع فاروق، فاروق لفيصل الدخيل وبيصفر حكم المباراة، معلن نهاية المباراة بنتيجة منتخب الكويت الوطني 4 نادي فالنسيا البرتغالي 1. سيداتي آنساتي سادتي، تبادل الفانيلات بين الفريقين واجب لأن في الذكرى زين للفريقين، وبيسجل الدخيل هدف وجاسم هدف، وبيسجل ايضا الدخيل هدفين وجاسم هدف والحوطي هدف ولينكل هدف الفريق البرتغالي، وانتهي المباراة 4 منتخب الكويت 1 نادي فالنسيا البرتغالي. سيداتي انساتي سادتي، الى ان التقي معكم والسلام عليكم ورحمة